سرعات. يعني ايه سرعات؟ اللي احنا كنا بنوصلها دي كانت مروحه سرعه واحده، خارج منها كم طرف؟ ثلاث اطراف سي وار واس، صح؟ لكن دي سرعات، شوف خارج منها كم طرف؟ دي فيها ثلاث سرعات، سرعه عاليه، سرعه متوسطه، سرعه منخفضه. كل مراوح التكييف الشباك كلها سبع سرعات، تمام كده؟ خد بالك، هو موتور واحد، موتور مروحه واحد بيخدم المبخر البلور ويخدم المكسر. اهو لو بصيت هتلاقيه موتور مروحين اتنين باكسين، اكس الناحيه دي مروحه البلور واكس الناحيه دي مروحه الايه؟ المكثف. دي عشان تبرد المكثف، ودي عشان تاخد الهواء البارد من على المبخر تطلعه من فتحه الريش، هواء ايه؟ بارد. ازاي نوصل كهرباء سرعات بقى؟ برضه المروحه قلت لك عشان تحدد الاضراب بتاعتها لازم تعرف طريقتها من على الرسم. طب هو هنا مش حاطط لي رسم، بس حاطط لي رسم على التكييف. لازم تفهم الرسمه دي عشان تعرف توصل اضراب المروحه. فين المروحة إليه؟ وفين الكباس؟ حاطط ترموز، فكاتب لي هنا ام اف. يعني ايه ام اف؟ انا مش عارف. فاقوم جاي رايح هنا الاقي ام اف فان موتور، موتور المروحة، فان موتور، موتور المروحة. اذا فهي دي المروحة. تعال نشوف المروحة دي خارج منها كام طرف. هتلاقي طرفين بني رايحين على الكباستور. ده السي 2 ده كباستور، عرفت منين؟ تعال هنا كده هتلاقي السي 1 والسي 2 راننج كباستور. راننج ايه؟ كباستور. يبقى ده الكباستور بتاع المروحة، الطرفين بتوعه بني اهم. اقوم جاي واخد الطرفين البني دول موصلهم على الكباستور. يمين وشمال ولا في أي حاجة. تمام كده؟ لا، هو الكباستور بتاعها 3.5 مايكرو فراغ. هتلاقيه مكتوب عليها، تعالى هنا كده. أيوه. مكتوب عليها، تشتغل بكباستور قد إيه؟ كباستور 3.5، 3.5 والاتجاه بتاعها الناحيات، السهم بتاعها الناحيات. فكباستور 3.5 اللي هو ده اهو، هو ده 3.5. طيب بعد ما خدت طرفين الكباستور ماشي، بيقول لي ان الطرف الابيض اللي هو الوايت، الوايت ابيض، ده طرف الارضي نازل على الارضي اهو، ادي طرفين الفيش اهو. يبقى الابيض ده هياخد طرف من اطراف الايه؟ الكهرباء. اتفضل. الابيض طرف الارض، طرف من اطراف الكهرباء. طيب باقي عندي كم طرف؟ ثلاث اطراف، ازرق واحمر واسود. البلو هي السرعه المنخفضه. طب عرفت منين؟ من على الرسم. ركز كده على الطرف ده بعدين. بس المروحه فيها ثلاث سرعات بتوع عشان كده بقى الاحمر ملوش مكان في مفتاح الحركه. تمام كده؟ المفتاح كان فيه مكان يكون ثلاثة كراكب، كراكب الثالث ونزله بالرسم. ركز أعلى حاجة وأوضح حاجة. بس ركز أعلى حاجة وأوضح حاجة. المفتاح ومفتاح على بالظبط. المفتاح بقى هو اللي بيجي للحركات دي على حسب ما العميل عايز. أنا عايز متوسط، أستاذ أيوب عايز عالي، أنت عايز منخفض. فأنت هتجيب المفتاح على المتوسط هيقوم جاي موصل الكهرباء للمتوسط. عايز العالي هيقوم جاي مودي الكهرباء للعالي.